أكدت الهيئة العامة للصناعة أن حصول مختبرات الجودة لديها على شهادة الاعتراف من قبل مركز الاعتماد الخليجي يعد خطوة مهمة لتعزيز حجم صادرات المنتجات الوطنية لأسواق المنطقة والعالم، بما يدعم رؤية كويت جديدة 2035. وقال مدير عام الهيئة إن شهادة الاعتراف سيكون لها انعكاس إيجابي على قدرة التصدير مع تقليل التكلفة المرتبطة بتكرار أعمال الاختبار وحماية الأسواق الخليجية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.